طباخ السن بيدوق، مثل متداول عندنا وبنقوله كتير جدا، بس اصل حكايه المثل دوت ان كان في مره سلطان عرف ان الناس اللي تبعه بيتامروا علشان يموتوه. ساعتها طلب من الطباخ بتاعه ان هو يحضر لهم الاكل ويحط لهم فيه ماده تجيب لهم مغص، بس مش سم. فعلا الطباخ سمع الكلام وراح علشان يحضر الاكله، وهو بيعمل نسي وكان عايز يدوق الاكله. راح الراجل اللي معاه قال له انت بتعمل ايه؟ انت عايز تاكل؟ هو طباخ السم بيدوقه؟ ومن هنا بدأ المثل يتداول، وفي المواقف اللي شبه كده بقى يتقال.